هي دائما كديروا غرفه الصناعه التقليديه تنسيق مع العماله مع البلديه باش يكون واحد المعرض اللي هو واحد المناسبه اللي هي معروفه دوليا، هي معرض مهرجان حب الملوك اللي كيتعتبر من المهرجانات الاولى في المغرب، واللي هي انه عندها طابع ديال تراث انساني تراث ثقافي معروف. هذا المعرض هذا فهي فرصة لهذا الصناع هذا ديال الجهة وخصوصا ديال مدينة صفر وبولمان اللي هما تيكون واحد الفضاء لواحد المناسبة اللي يمكن يروجوا فيه المنتوج ديالهم. المعرض تيتكون 77 عارض، جميع الممثلة فيها تقريبا 17 عارض خارج صفر، والبقية كلها في مدينة صفر، 30 صانع تقليدي من مدينة صفر. هذا المعرض هذا اللي كيتكون عن صناعات النباتية، النسيج، النحاس، صناعات المجالية، المنتوجات المجالية، الخزاف، الحديد، النجارة التقليدية، الحنبل، يعني كل ما نسخر به الجهة وخصوصا مدينة صفر. وهذه مناسبة لهاد الصناعة باش يمكن لهم يروجوا المنتوجات ديالهم. شكرا.